وبس بقى. وفي النهاية البوليس راح قبض على القاتل وحكموه ودخل السجن واخد عقابه عشان محدش بيعمل حاجة غلط وفي الاخر يتساب. لازم اي حد يعمل حاجة غلط في النهاية بياخد عقابه وياخد جزائه. فهو فعلا ثبتت عليه التهمة ولما قبضوا عليه راح اخدوه الشرطة خدته وبعد كده راحت حاكم ودخلوه المحكمة وحكموا عليه واخد القصاص بتاعه. لان زي ما قلت لكم مفيش حد بيعمل حاجة غلط الا لما لازم ياخد العقاب لان الجزاء من جنس العمل. ماما بلاش تحكي لنا القصص دي بالليل عشان انا بخاف. لا يا ماما القصص دي حلوة قوي، احكيها. القصص دي حلوة قوي، عايزينك تحكيها كل يوم. ماما وندم بليز يا ماما، مش عايزك تحكي لنا القصص دي بالليل عشان انا بخاف قوي وبتعب. حسن بس بيعاندني عشان يخوفني. والنبي يا ماما حتى لو انت قلت لي انت في بيتك وانت ما تخافيش وانت في امان برضو، حتى لو بفهم بليز. تخافي من ايه يا رنسي؟ ما تخافيش يا حبيبتي، دي كلها قصص بس. بعدين ما احنا كلنا حواليك يا هو. بعدين يلا قومي بقى عشان تنامي، عشان المفروض دلوقتي خلاص الوقت اتاخر وانت لازم تنامي. قومي يلا بقى عشان هيجيلك القاتل بقى اللي كان في قصة. ماما مش بيعنيني ازاي بيقول هيجيلك القاتل؟ والله ما انا نايمه، هحلم بكابوس كتير قوي. بلاش دلع يا رنسي، يلا قومي بقى نامي. يلا. هو انتوا دايما بتجيبوا عليا انا عشان انا صغيره؟ ما تسيبوني في حالي. يلا يا رنسي يلا اسمعي الكلام، يلا ما فيش كلام كتير، يلا قومي نامي تاخرتي بالنوم. بصي بقى يا ماما انا هخش انا، بس انا لو رحت بقى واتكلت يبقى انا عندي حق وانا اللي قلت لكم وحذرتكم. يلا بقى انا هخش انام. لازم كل حاجه ماما تسمع كلام حسن وانا اسمع كلام ماما. يا ربي انا زهقت، خليني بقى هنام وشوف اللي هيحصل لي بقى. مثلا القاتل يجي ماليش دعوه. لقيت كده في حد بيفتح باب الدولاب وبعدين صحيت وناديتك ومش عارفه ايه اللي حصل. كمان باب الدولاب؟ ماله الدولاب يا رنسي؟ ما هو والله كان بيتفتح. طب انا هقوم. ماله بقى يا رنسي؟ ما هو الدولاب ماله؟ مقفول ما فيهوش حاجه. انت بس اللي بتهيألي. اهو في حاجه الدولاب؟ ما فيهوش حاجه. اهو في حاجة الدولاب؟ انتي مفيش اي حاجه، ما انا وريتك اهو. ده انا حبيت اضحك عليكي بس. يلا يا ماما يلا نامي. يلا مفيش حاجه، قولي بسم الله ونامي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ونامي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Thank you.
صوت باب الدولاب. يا رب ما هو ده تغيرت ولا حقيقة. ماما يا ماما ما تعالي، كل حاجة بتعمل لي حقيقة يا ماما. مالك يا رانسي؟ مالك تاني؟ في ايه؟ كورش لسه باكي كده؟ في ايه؟ حصل نفس الموضوع معايا، ان باب الدولاب اتفتح. يا رانسي ما قدامك باب الدولاب ما فيهوش حاجة، انتي بتهيألك بس. والله ما بنهيألي. طب بصي 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 هقولك حاجة، وانا صغيرة لما كنت ببقى خايفة كده وبيحصل لي كده هقولك وصفة انا مجرباها وانا قد كده زيك. تعملي ايه؟ هتعدي من 1 لـ20 وهتلاقي الخوف اللي انتي حاسة بيه راح خلاص. اتفقنا؟ ماشي. يلا نامي يلا. ماشي يا ماما. صباح الخير يا ماما، هعمل اللي انت قلتيلي عليه. عايزه انام. مين اللي فتح الباب؟ مش عارفه اتكلم كتر ما انا خايفه. مين اللي فتح باب الدولاب تاني؟ تعالى يا ماما، مش عارفه اتكلم. حسن وخلاص دي تهيؤات. خلينا بقى انا اروح اقفل الدولاب بمره كده وانا في امان. خلينا نام بقى. Tchau, tchau.